مش لاغم. عيطولك مش لاغم. مرتها مرة اختار مع الطفل حجمته من دم في الفاك، قالوا لي ليه غلط الدورة جاية الروضة، انت ظاهر غلط في اثنين. مستحيلة اكيد كيف ندولي الفلوس. سامح اصحابي اللي قريت معاهم في الفاك، خاطر كملت القرايه من الفاك، برشا اصحابي عشت معاهم برشا ايامات محليهم. نسامح الخايبين اللي عملوا معي الخايب، هذا كان يقصد ولا ما يقصدوش ما يسالش، نسامح وما نسامحش اللي ضرني وانا ما كنتش خايب معاه، ولا كنت انا باهي معاه وهو خايب معايا، ولا شوه لي تصويرتي ولا عمل لي حاجه خايبه، معني باز مش باش نسامح. كيفاش شوه لك تصويرتك احكي لي. انا 3 سنين كنت ممثل طلبه في إيزا الجندوبة، وبرشا عبيد اكلي وجه وليت معروف، عبيد تعرفني وكل اكلي تلفاسون، فما عبيد وصلت حتى تخيب لك وتصويرتك وتحكي عليك بالخايبه، هي ما تعرفكش انت شنيا بيرسونيل، ما خلطتكش، ما وليتوش صحاب، فما عبيد تحكي عليك هكاك تخرج فيك كلام خايب كذا يضرك تحسه، معناها من بعد باص باش تحسه انت، خاصة كي يجيك من عبد مثلا قريب ليك يحفز فيك وانت ما خايب، خايبة برش. تمن بالصحبة؟ والله الحق لي. علاش قلت لي لا؟ خاطر برشا صحاب ما فماش هكا صحاب صاحب صاحب بالرسم، ليه صحاب عادي هكا هانا مع بعضنا نضحك ونفرك وندور، اما هكا باش نعطيك اسراري ونعطيك مواضيعي ليه؟ خاطر تلكعت من هذيا برشا. شكون امين سرك؟ حد، روحي. ما تحكي لحتى حد؟ الحد نحكي كان الروحي يعني. داركم ما تحكي لهمش؟ لا نخلي حكايتي للروح، حتى كي نلقى مشكله نبقى مع روحي وحدي ومن بعد كنفض اموري وحدي، خاطر باز وقتها حكيت لشكون اي عاوني، اما دار دور الايام راه باش يحكي عليك وباش يعاود عليك كلماتك ومواضيعك، خايبه زاد هكاك صحبه صحبه والنية ما فهميش. والله ما فهميش. قليل تلقى عبيد باهي، قليل زاد. والإنسان جينيرالمون يستحق ديما إنسان آخر يقف بجنبه يحكي له يفرغ له قلبه، وانت كيفاش تعلمت تتعايش وحدك؟ تتعلم تعايش وحدك بالتجارب متاعك، كي تصير لك مواضيع مع عباد قراب لك، عباد عشرتها سنين ولا ملي صغار صحاب من صغرك كبرتوا وجاوكم به كذا، من بعد يجي يعملهم معاك ولا يجي يعمل لك فازة ما تجيش ولا يجبد روحه منك من لا شيء، وحدك تتعلم منها التجارب هذيك، تعلم انه راك في الاخر ما تلقى كان روحك، راه عندك روحك وعندك عائلتك كهو، ديما من المشاكل من اللكعات اللي يصير لك راه تتعلم. قلت لي عشت تجربة ممثل طلبة، احكي لي عليها شوي. والله تجربة باهية برشا، عاونتني في شخصي بالطبيعة، في تلقى في روحك حاجات باهية، تعلمك فن الخطابة، تعلمك كيفاش تتعامل مع إداريين، كي تقابل وزير، كي تقابل مدير، كي تقابل شخصية معناها مهمة، تعرف كيفاش تحكي، تعمل جلسات، تعبي لك حتى الثقافة العامة نتاعك، برشا حاجات، برشا حاجة، وعرفتني على برشا عباد من برشا فكات من برشا ولايات، هذه الحاجة الباهية، كان نمشي الولاية مثلا ما نلقى وين بيت نلقى شكون باص، أي ولاية نعرف شكون، ما نحيرش، حاجة باهية برشا هذيك، أكثر حاجة هي تعلمك يعني تعرفك على برشا عباد. هذيك احسن حاجه. دوكك هذا من شنو انسبيري؟ انسبيري من الكامب. اي من الكامب. كامبي برشا. اي انا تابع منظمه تونيفيزيون بروجي وي ار كامبرز. كامبي عندي 7 سنين ودخلت في البروجي توا عندي عامين هذايا، وملي صغير زاد في الكشافه. كامبينغ مربوط بتطويل الشعر؟ مش مربوط بتطويل الشعر، ما عرفتك ما تلاش بروحك، انت ديما تتحرك في البلايص وكل ما تلقاش وقت باش تحجم، راه ما تلقاش وقت، ليه ديما تتحرك ديما تدور. اخر حاجه تخمم فيها هي روحك، تخمم كان انك تدور وتحاول تستكشف البلايص. تطويل وليت عملته لوك. عملته لوك ديجا حتى اصحابي كرك ويلي والله يواتيك، كان بوكليه من بعد طويل ودرد وكل مره فازيل. هكاك. مستاج زيدا مستاج هكا تحسها جونغ اتراك. عيطولي شلاغم. عيطولك شلاغم. علاش مش حرام عليهم؟ ايش تعمل لهم هكاك؟ صحابك تحجمها بعد ما قالوا لك شلاغم؟ عملتها مره اختار مع الطفل حجمته من دم في الفاك، قالوا لي ليه غلط الدوره جايه الروضه، راه انت ظاهر غلط في اثنين. ما عادش نعاودها شلاغم نعجمهم. صغار كي تحجمهم؟ صغار برشا والله برشا. تقول لك ولي يا جنود. قداش عمرك انت؟ 24. لا نحجموهمش مستحيلة أكيد. كيف ندولي الفلوس؟ شعرك تحجموش؟
شعري ما نفحه باش تطير باس تجي نهار ونحاج ولحيتك هكيك عادي كل مره كيفيه قلت لك نبدا نكامبي نتلاش بروحي نبدا مرتاح نخدم مانيش نكامبي نقرا راني نتلاه بروحي تو مزكي خرجت من الزون نتاع الكامب تو باش نتلاه بروحي شوي.